لم تصمد المحادثات اللبنانية الإسرائيلية التي بدأت في 14 تشرين الأول في منطقة الناقورة الحدودية أكثر من شهر ونصف. لبنان أبلغ رسمياً في 30 تشرين الثاني تأجيل جولة المحادثات التقنية غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل التي كانت مقررة 4 المقبل في 2 من كانون الأول إلى موعد يحدد لاحقا. الوسيط الأمريكي السفير جون دي روتشر الذي كان يحضر ويشارك في المحادثات سيتخذ دور الوسيط الذي سيجول على الطرفين، ويصل يوم الأربعاء إلى لبنان ويلتقي رئيس الجمهورية ميشيل عون وقائد الجيش جوزيف عون على أن ينتقل بعد ذلك إلى الأراضي المحتلة ويلتقي الوفد الإسرائيلي. وكان على الجانب الإسرائيلي أن يأتي في هذه الجلسة بإجابات عن مقترحات اللبنانية بعدما قدم الفريق اللبناني عرضا مفصلا في الجلسة الأخيرة تشرح حق لبنان القانوني والتقني ليس في 860 كيلومترا مربعا فحسب، بل بما لا يقل عن 1430 كيلومترا مربعا، وصولا إلى المطالبة بنصف حقل كاريش. هذا الطرح فاجأ الإسرائيلي والأمريكي على السواء، وبدلا من العودة برد على المقترحات اللبنانية أرجئ الموعد إلى أجل غير مسمى إن لم نقل ألغي. سياسيا كان الإسرائيليون موعودين بقبول لبنان شروطا يفرضها الأمريكي، إلا أن الدراسة التي أعدها الوفد اللبناني ومن كان يؤازره في الخطة أي العقيد مازن بصبوص ونجيب مسيح وتوني حداد أرست واقعا تقنيا وقانونيا جديدا يمنع أو لا يسمح للسياسة